الارجنتينات مش قدر يفوت عتاها دي ثلاثة دي دي مارتين ثلاثة ورجعته وفوتوا نحاهولنا ونادي الرئاسي بعت من في الفينال وفوتوا بتاع بودريكا ب 95 دقيقة معناها تاريخ وهدايا معروف كمل أكثر من هكا حتى مع مصر يعني عمرها ما خسروا حتى أكثر من هكا المنتخب المصري ما نجمش روحه على مستوى كأس العالم ما يوصلش كأس العالم عنده 27 سنة توا ولا لعبة الكواليس تكلمت عليها مش يغيروا بالقانون مش تولي كأس أفريقيا هي المؤهلة لكأس العالم هكاكا كل أربع سنين المنتخب المصري موجود لكأس العالم الحمد لله الرجاء يغالي أول مرة في تاريخ كأس أفريقيا نصف نهائي تخوض إكسبيرسون فيه ولا أول مرة صحيح أول مرة وفي البطولة إذا ما نساش ما فماش ثلاثة ورق أحمر في بلدي فما زوز هكا هو معناها اليوم في مباراة بركة ثلاثة بس حبيت نرجع شوية للحكام نحكيو لعبة الكل هنا على حكام المباراة صحيح ممكن الورقة